رامي رامي لانه رامي. اكبر فتنه عنيه. وين اكبر فتنه؟ وين يا شيخ انور اكبر فتنه؟ وين اكبر فتنه؟ عند ما يجوا الملائكه زي ما تفضل الشيخ. عند ما يجوا الملائكه والشيطان يجي بصوره امه، انو اغلى شيء عنده؟ انو اللي بيعمل له اكثر شيء؟ امه وابوه ومرته وابنه. بيجيب احلى باقرب الناس الي. شو بقول له؟ شو بقول له؟ بقول له انا ابوك وحبيبك. مين؟ بقول له اه هذا عندي الموت. بقول له اوعى تموت على الاسلام. رحمانك يا الله، رحمانك يا الله، رحمانك يا حبيبي. اوعى تموت على الاسلام، اوعى تموت على الدين، اوعى تموت على الايمان، اوعى تموت على لا اله الا الله. طيب اذا فيش ايمان والله حاضر يابا بموت على غير الاسلام، على غير الدين. واذا في ايمان يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ليش بنقول للناس تعالوا اجتهدوا على الإيمان؟ ليش؟ هو الرسول عليه الصلاة اجتهد على الصلاة أول شيء، اجتهد على الحج أول شيء، اجتهد على الصيام أول شيء، اجتهد على الزكاة أول شيء. شو عايش اجتهد أول شيء الرسول عليه السلام؟ اجتهد أول شيء على العقيدة وعلى الإيمان، على عظمة الله تدخل القلب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم اجعلنا نقول آمين يا سلام، الله يرحموا هالليلة يا رب. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. بالله عليكم خايفين من القبر ولا لا؟ أصلا إذا بتقول مش خايف من القبر، في عندك خلل في قلبك، في عندك خلل. أما وقتاش الواحد بصير مش خايف؟ تم يسلم، لأنه يسلم. ها ألا تخافوا، والله حسنان على أولادي، حسنان على مالي، حسنان على داري، حسنان على مرتي، حسنان على أهلي، ولا تحزنوا وأبشروا. الله يجعلنا نعطينا بشرة هذه يا الله. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا وأنت راضٍ عنا.